تتباتين بشارع لو بالبيت؟ بشارع. وين بشارع؟ كل طفل بالشارع موجود هو منظر بؤس وآلام وحزن مفروض يكون لكل شرائح المجتمع. زين تذكر عائلتك؟ أمك. الطفل ما ينتظر من يمه أنه أنا أبكي يمه وأحزن على واقعه، لا، الطفل يريد حلول، ما هو يعرف واقعه. الأطفال في البيت العراقي للأبداع هم جزء من عائلتي، لأن أكثرهم عاشوا عندي بالبيت. الحمد لله خرجنا 150 مستفيد من البيت العراقي بعدما وفرنا لهم فرصة في الحياة. قررنا أن نفتح أول فرع عندنا في مدينة الموصل نفس البرنامج. كل واحد على فراشه، يلا باي باي. يعني نعطيهم طاقة إيجابية بحيث أنه هو من الممكن أن يكون حالة خاصة واستثنائية بالذات، ويبدع وينتج ويتحول إلى عنصر فعال بالمجتمع.